مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج المشهد، والتي نناقش فيها الأوضاع في منطقة الساحل على ضوء مؤتمر وزراء خارجية دول الساحل الذي عقد قبل يوم، وكذلك القمة المرتقبة في باريس بين فرنسا ومجموعة دول الساحل. نتحدث عن تصاعد أعمال العنف في عدد من دول الساحل، مالي، النيجر، بوركينا فاسو، الأسباب الداخلية والخارجية لهذا العنف، ثم المجموعة العسكرية لدول الساحل، ما دورها وما مستقبلها في ظل هذا التصاعد لأعمال العنف في منطقة الساحل. معنا للحديث عن هذا الموضوع الكاتب الصحفي المختص في الشأن الإفريقي، الشأن في منطقة الساحل، الأستاذ أحمد والمحمد المصطفى. أستاذ أحمد، أهلا وسهلا بك. مرحبا. في البداية، ما تفسيرك لتصاعد العنف خلال الأسابيع والأشهر الماضية في منطقة الساحل؟ هو في الحقيقة وصفه بالتصاعد قد يكون إخراج لهذه الموجة من سياقها الطبيعي، فهي موجة من موجات لا تجعل المنطقة تهدأ لتستعيد استقرارها وأمنها وتبدأ في مسار سياسي، مسار تنموي، ولا تدخل في مواجهة يمكن أن تؤدي إلى نهاية حرب بفائز وخاسر. ولهذا أسباب عديدة، منها أن دول المنطقة ليست هي الفاعل الأساس، منها أن أساس هذا التدهور الأمني هي مظالم عرقية، مظالم تنموية، لا تتجه الحلول المتخذة الآن لحلها من جذورها. ويتضح هذا المؤشر كلما اقتربنا من الحالة المالية بشكل أكثر. مالي واجهت تمرد في شمالها أكثر من مرة منذ استقلالها عن استقلال المنطقة عن فرنسا، وفي كل مرة يتم حل جزئي لا يصمد، أو تصالح أو غيره لا يصمد سوى فترة وجيزة قبل أن تعود المنطقة لسابق عهدها من التوتر ومن الخلافات. ضف لذلك نقطة لا تقل خطورة، وهي تضارب الأجندات الدولية في هذه المنطقة، تضارب الأجندات الإقليمية بين هذه الدول، لكل دولة منها أولوية، لكل دولة أجندة خاص بها، فضلا عن الحضور الفرنسي والذي بدأ الفرنسيون أنفسهم بعد سنوات من التدخل في المنطقة، التدخل العسكري في المنطقة، بدأوا يلمسون التململ الذي انتقل من جانبه الشعبي إلى الجانب الرسمي، والقمة التي أشرتم لها في فرنسا مؤشر وعنوان بارز في هذا الإحساس. طيب، والتعبير عنه جاء بشكل غير دبلوماسي، فالرئيس الفرنسي استدعى الرؤساء لتقديم توضيحات حول موقفهم الحقيقي من الوجود الفرنسي، وردت فعل الرؤساء على الأقل كانت هناك ردة فعل أدت لتأجيل الاجتماع الذي كان مقررا في منتصف الشهر الماضي، وانتقل النقاش. فرنسا أرسلت مبعوثا إلى دول الساحل يعني لتقديم الدعوة بطريقة دبلوماسية عادية، لكنها جاءت في مؤتمر صحفي وجاءت بشكل استدعاء، كأنه موظف يستدعي موظفين لديه، وبالتالي ربما ردة فعل الرؤساء باقتراح من الرئيس البوركينابي بأن يكون لهم اجتماع قبل زيارة قبل اللقاء الرئيس الفرنسي لبلورة موقف موحد، أعتقد أن الموقف الموحد سيكون عقبة أخرى أمام هؤلاء الرؤساء. كيف قمة واغادوغو ألم تؤدي إلى موقفهم من الوجود الفرنسي؟ أيوة. موقفهم من أولويات القوة المشتركة، موقفهم من البديل عن القوة الفرنسية، موقفهم من الوجود الأمني في المنطقة، لكل واحدة من هؤلاء أولوياته وأجنداته، وهذا ما يعرقل. طيب، ما اسمح لنا أن نفكك النجاح هذا في هذه الأجندة. اسمح لنا أن نتوقف عند تفكيك هذه المواقف. لكل دولة كما أشرت لها رؤيتها في التعاطي مع الوجود الفرنسي، لها رؤيتها في التعاطي مع الأوضاع بما يخدم رؤيتها ومصالحها. لكن لو أردنا أن نمثل بالدول الثلاث الأبرز التي تشهد أوضاع أمنية وهجمات شبه يومية، نتحدث هنا عن مالي، عن بوركينا فاسو، وبدرجة أقل النيجر، هذه الدول ما هي مواقفها من الوجود الفرنسي محل النقاش الآن أمام قمة باريس؟ أعتقد أن أكثر دول تماسًا به هي مالي، لأن أكبر وجود فرنسي هو في مالي، والسبب في ذلك هو أن مالي كما يعرف كل المتابعين في 2012 فقدت السيطرة على ثلثين من أراضيها، وفي الواقع أنها لم تستعد السيطرة فعليا على هذه المواقع رغم الوجود الفرنسي، رغم وجود القوى الأممية،
رغم الاتفاق الذي وقع في الجزائر وبرعايتها مع الحركات المتمردة. والسبب في ذلك هو أنه ما عرفته مالي من انقلاب عسكري، ما عرفته من هزات أدت لفقدها ثلثين من أراضيها، لم تستعيد فيها عافيتها بشكل طبيعي، ولم تستعيد فيها سيادتها على ثلثي أراضيها. ويكفي مثالا على ذلك أنه أثناء تصاعد المواجهات في شمال مالي كان الوجود التشادي العسكري التشادي أكثر من وجود جيش مالي نفسه. وبالتالي الحراك الموقف المالي من فرنسا يمكن القول أنه تأثر رسمي بالمواقف الشعبية من عدم تأثير هذا الوجود الفرنسي بعد 6 سنوات لم تعد تستعيد مالي وحدتها فعليا، لم تستعيد استقرارها، لم تستعد حتى الأوضاع التي كانت عليها قبل 2012، ولكن تم طرد الجماعات المسلحة على هشاشتها. لنفترض أنه تم طردها، لكن هل استقرت المنطقة؟ هل عادت الحياة لطبيعتها؟ هل عاد حتى المهجرون في دول الجوار في مالي وفي بوركينا فاسو وفي النيجر، هل عادوا لأماكن سكنهم الأصلية؟ بمؤشر نجاح وفشل، ماذا حققت التدخل الفرنسي خلال هذه السنوات كلها؟ أنه في مواجهة كر وفر مع هذه الجماعات، هذا هو واقع المنطقة كان أثناء التدخل. وبالتالي التململ بدأ شعبيا في مالي وفي عدة دول إفريقية أخرى، لكنه كان في مالي أكثر رفع للصوت بسبب الوجود العسكري، ومقارنة ما هو واقع الآن بما كان واقع قبل الاستقلال، أنه نحن عدنا لفترة الاحتلال. نفس الشيء بالنسبة للنيجر، النيجر فيها وجود عسكري كبير يعتمد عليها، ومبرر الفرنسي فيه أن النيجر تشكل مصدر ثلثي الطاقة الفرنسية اعتمادا على اليورانيوم الموجود فيها، والوجود فيها جوي بالأساس، يعني قوات نخبة فرنسية تعتمد على الطيران. لكن نقطة النيجر هو أنه دخلت الولايات المتحدة الأمريكية على خط التنافس فيها، وأول وجود ميداني يعلن عنه في المنطقة في منطقة الساحل على الميدان هو مقتل الجنود الأمريكيين في عملية تبناها تنظيم الدولة في الحدود المالية النيجيرية. الولايات المتحدة الأمريكية اعترفت رسميا بمقتل هؤلاء الجنود وقالت أنهم كانوا في تدريب، لكن حجم تقدم الوجود الأمريكي في النيجر يجعل النيجر على الأقل إذا وازنت بين مصالحها تدخل لعبة مصالح هذه الدول الكبرى عسها تستفيد أكثر. وبالتالي أعتقد أنه نعود إلى مسألة المواقف، الوجود الفرنسي في إفريقيا ككل يواجه تململ يتفاوت من دولة إلى أخرى، والخطوة التي اتخذتها سيدياو في العملة مؤشر لذلك، وحاجة الرئيس الفرنسي مجموعة الاقتصادية دول غرب إفريقيا بإصدار عملة موحدة بتقليل الاعتماد على الضمانة الفرنسية للعملة مع بقائها بدرجة ما. على العموم خطوات لأخذ موقف سلبي من على الأقل تدارك حجم الموقف طيب الفرنسي في المنطقة حتى نفهم التململ الفرنسي بدعوة دول الساحل لقياس هذا الوجود هو صدى المواقف الميدانية على الجبهة الفرنسية. طيب نحن الآن أمام قمة دعاها الرئيس الفرنسي، بالرغم ما أثرت هذه القمة هل وستعقد بعد أيام، ما الذي يمكن أن تقدمه هذه القمة على صعيد الأوضاع الملتهبة في منطقة الساحل؟ لا أتوقع أن تقدم كبير عمل في على الأقل على الميدان. فطموح قادة دول المنطقة يقعد بهم واقعهم عنه، وهو أن تكون للقوة المشتركة قدرة على الدخول كبديل عن القوات الفرنسية. أيوة. واستمرار الاستنزاف الفرنسي في شمال مالي دون أفق واضح لإعادة الاستقرار، دون أفق واضح للاعتماد على هذه الدول لتكون بديل عن القوات الفرنسية، يحجز الفرنسيين عن إخلاء المنطقة بشكل مطلق. أما القوات الأممية فمن الواضح، رأيت مرة تعبير منقول لقائدها السابق جنرال دانيماركي، قال أنهم ليسوا مدربين أصلا وليسوا مقتنعين بالمهمة التي أتوا من أجلها، ويستحيل لمن هذا واقعه أن ينجح في مهمته. طيب نعود إلى نقاش الأوضاع في داخل هذه البلدان. مثلا لو تحدثنا عن الجانب المالي،
وأردنا أن نغوص في عمق المشكلة في أسبابها ودوافعها. الحكومة المالية قبل تقريبا أيام أعلنت عن أو دعت إلى مصالحة وطنية، عقد مؤتمر وطني للمصالحة، وهنالك مؤتمر للحركة الأصوادية في الشمال المالي بعد يوم أو يومين. هل الوضع في مالي يتجه إلى مستوى من الهدوء برأيك، ومستوى من ترميم ما يمكن ترميمه من البيت الداخلي برأيك؟ أعتقد أن التجارب مالي في هذا المجال غير مشجعة. لمالي مع سكان المناطق الشمالية منها وحتى الوسطى تجارب مريرة، تتهم الدولة بالدخول فيها كطرف في النزاعات العرقية لمساعدة هذا العرق ضد ذلك العرق، لتكون النتيجة في النهاية هي عنف منفلت يخسر فيه الجميع. والعام قبل الماضي في العادة تكون العمليات العسكرية التي يتم تنفيذها يكون الجانب السياسي والإعلامي فيها، بالنسبة للحركات ذات الأهداف السياسية يكون الجانب الإعلامي والجانب السياسي فيها أهم من جانبها التنفيذي، لأنه هو الذي يراد منه أن تحصد به ثمرة. حين نكون أمام بلد عدد العمليات المنفذة فيه أكثر من 80% منها لم تتبنها أي جهة، فنحن أمام عنف منفلت، أمام عنف من أجل العنف، وهذا للأسف هو ما وصلت إليه مالي. الأطراف الأكثر تأثيراً في المشهد المالي هي فرنسا والجزائر وموريتانيا إلى حد ما. وإذا نظرنا لهذه واقع هذه الدول، نظرنا لأجنداتها في هذه المنطقة، نجد أنه من الصعب أن تتصل نقطة مشتركة تتجاوز بقاء الحال على ما هو عليه دون خسائر. اسمح لي أن نعود إلى هذه النقطة بمزيد من التعميق، ولكن بعد فاصل قصير. مشاهدينا الكرام ابقوا معنا. قناة المرابطون تعيش معكم يومياتكم وتقف إلى جانبكم، توصل الصوت وتوضح الصورة. تابعوا معكم الجديد عبر نشرات إخبارية مفصلة وموجزة باللغة العربية والفرنسية. أولا ولف سوني، نطوف معكم الوطن بل والعالم بتقارير تعكس الواقع من الداخل ومن العاصمة نواكشوط، تحكي آلام وآمال المواطن. نقدم لكم برامج متنوعة تناقش مختلف الاهتمامات، سياسية وتشريعية وثقافية ورياضية وقضايا الرأي العام. نتوخى السبق ونحافظ على المصداقية ونجسد الموضوعية. المرابطون، الوطن بكل أبعاده. مشاهدينا الكرام اهلا وسهلا بكم معنا من جديد في الجزء الثاني من برنامج المشهد، والذي نخصص الحديث عن تصاعد اعمال العنف في منطقه الساحل. معنا الكاتب الصحفي المتابع للاحداث الامنيه في منطقه الساحل احمد محمد المصطفى. استاذ احمد، كنت تتحدث قبل الفاصل عن تضارب الاجندات على الساحه الماليه، وذكرت ان اهم وابرز الفاعلين على الساحه الماليه هم فرنسا، الجزائر، موريتانيا، وان هذه الاطراف الثلاثه من الصعب ان تلتقي في نقطه معينه لتعزيز الوضع في مالي. لماذا برايك لم تلتقي هذه، يصعب على هذه الاطراف ان تلتقي في نقطه مشتركه؟ لان لكل واحده منها اجنداتها، لكل واحد منها اولوياتها، لكل واحد منها ما تعتبره جزء من امنها القومي. طيب دعنا نتحدث عن موريتانيا والجزائر، ما هي اجنداتهم في مالي مثلا؟ تاريخ الجزائر مع الشمال مالي هو انها ظلت تقريبا وسيطا دائما يعرض خدماته، لكن احد الاطراف وهو اذا تحدثنا باسماء، اذا تحدثنا عن الطوارق في المنطقه الذين اعلنوا بالفعل دوله، لا يرون في الجزائر وسيط محايد، لانهم يرون انها تقف ضد هدفهم الحقيقي في استقلال. ومبرر الجزائر في ذلك انه استقلال اي دوله في المنطقه قد يدفع اطراف اخرى في المنطقه للبحث عن بما في اطراف الجزائر، في الجزائر تحديدا. موريتانيا كذلك ظلت اطراف خصوصاً العرب وإلى حد ما الطوارق ينظرون لها باعتبارها ربما عمق الدولة التي تشكل عمق لهم.
ما لتحاربهم؟ الجزائر تنظر لهم هذه النظرة، تحمل مستوى من الريبة والوقوف بشكل واضح في وجه أهدافهم. وبالتالي ربما مالي تنظر لموريتانيا أنها تستخدم هذه العصا ضدها، ولا لا تهدف لإعادة استقرار المنطقة إذا كان على حساب أمنها القومي. إذا كان استقرار مالي سيكون على حساب خسارة موريتانيا لهذه الورقة. فرنسا تريد أن تبقى اللاعب الأقوى، ويقلقها جدا دخول الأمريكيين المنطقة، والأمريكيون داخلون في المنطقة بقوة. أبرز عقبة تواجه القوة المشتركة لدول الساحل الآن هي الفيتو الأمريكي الذي يمنعها من الحصول على الاعتماد في مجلس الأمن تحت البند السابع، وهو ما يضمن لها تمويل مستمر. وبالتالي الأمريكيون لم يستخدموه، لكنهم لوحوا به بقوة، ما أجبر الفرنسيين على التنازل عنه مؤقتا. ريثما يمتلكون ورق الضغط، قد تكون باللجوء لهذه الدول، قد تكون بالتوصل إلى حل وسط مع الأمريكيين. وبالتالي أعتقد أن القمة التي ننتظرها المنتظرة في فرنسا سيكون رؤساء دول مجموعة الساحل في موقف فيها صعب. إذا اندفعوا في الحضن الفرنسي سيعقد هذا مشاكل القوى المشتركة التي كان مقرر أن تبدأ قوى عملياتها الميدانية قبل أكثر من سنتين عبر حدود كل دولة، ثم بعد ذلك تتجه إلى ما يوصف ببؤر التوتر، وإلى الآن لم تبدأ عمليا باستثناء عمليات هي أكثر هي لتدريب من هي عمليات حقيقية. طيب نعود إلى مسألة إلى مجموعة الساحل، المجموعة العسكرية التي أنشأتها دول الساحل من أجل مواجهة العمليات المسلحة في هذه الدول. هل تمتلك هذه المجموعة المقومات الحقيقية لكي لا أقول أو لا نقول بديلا عن القوات الأجنبية، ولكن على الأقل مساعدة في حفظ الأمن في هذه الدول التي تشهد؟ هي القوة المشتركة لمجموعة دول الساحل جاءت ضمن المجموعة ككل، مجموعة دول الساحل. أيوة. إعلان هذه المجموعة ربما كان سيشكل أمل لو امتلكت هذه الدول القدرة على ترتيب أولوياتها. المجموعة قامت على عنصرين، طبعا لا يمكن تصور استقرار دون وجودهما، العنصر الأمني الذي يواجه أي خطر يمكن أن يهز الأمن، ثم العنصر التنموي السياسي. الإشكال الذي واجهته هذه المجموعة هو أن القوى الدولية فرضت عليها أن تركز بدعمها باهتمامها بأولوياتها، فرضت عليها أن ينحصر الاهتمام بالجانب التنموي بالجانب السياسي بالجانب الذي يهتم بالمشكلة من جذورها. الحركات المسلحة التي تهدد الأمن في هذه المنطقة نجحت في إيجاد عمقها في هذه المناطق من أصحاب مظالم، من أصحاب الأرض لا يمكن اجتثاثهم خلال مشاكل عرقية ومشاكل الآن في شمال مالي. أيوة. وحتى ممتد منه إلى بوركينا فاسو وإلى النيجر، تعتمد هذه الحركات في عملياتها في صلب قوام محاربيها على سكان الأرض الأصليين من طوارق، من عرب، من فلان، من غيرهم. وبالتالي عدم التوجه لحل هذه المشاكل من جذورها بتوفير حقوق هذه الأقليات، بتوفير أولويات تنموية، يجعل تصور حل المشكلة عبر المجال الأمني بعيد المنال. أعتقد أنه لو تركت لهذه الدول تحديد أولوياتها ربما سيأخذ المجال الأمني والعسكري اهتمامه، لكن في حدود. تابعنا المؤتمر الذي استضافته نواكشوط حول أولويات تنموية، لكن لا التمويل الذي تم الالتزام به للمجال العسكري ولا التمويل الذي تم الالتزام به للمجال التنموي تم الوفاء بأي منهما إلا في حدود يسيرة. والمجموعة ظل على أجندتها منذ إعلان القوى المشتركة، مؤتمر الرؤساء ظل على أجندته آلية، اقتراح آلية أو متابعة آلية لوفاء المتعهدين والملتزمين بالتزاماتهم المالية التي تعهدوا بها. وحتى لو حصلوا على هذه التمويلات فهي لسنة واحدة، لو بدأوا عملياتهم مثلا ثم انتهت السنة. طيب ما مستقبل هذه القوة في ضوء هذه التحديات التي شرحت، ومنها ما يتعلق بالصراع الفرنسي الأمريكي؟ أنه فيه تغييرات في المنطقة. أيوة. منها ما جرى في الجزائر، أنه التغيير الذي وقع في الجزائر وهي قوة لا يمكن قوة في المنطقة لا يمكن تجاوزها، لا يمكن الوصول لأي حل نهائي لأحد الملفات فيها دون المرور بها.
تأثير الموقف الذي أعلنت في الملف الليبي واضح. أحرى مالي المتاخمة لها والمتاخمة لموريتانيا والتي تشكل بؤرة للتوتر الأمني منذ فترة بعيدة. ما جرى في موريتانيا من انتخابات ديمقراطية إلى حد ما تفرض مستوى من الحل المتشاور حوله. الانتخابات المنتظرة في النيجر، الحراك الذي تعرفه مالي والذي يشكل حضور الفرنسي محور، وأعتقد أن هذا الحراك بشكله العام مع ما تعرفه منطقة أفريقيا ككل من حراك ديمقراطي، معدل الدول التي يتم فيها تحول ديمقراطي سنويا لا يقل عن 3 في أفريقيا، أن هذا كله قد يدفع بالأفارقة، قد يدفع بأنظمة المنطقة إلى أن تستحضر أولوية أجنداتها وأن تحضر بمستوى من الندية في القمة المؤتمرة في فرنسا أو في ما بعدها من نقاشات بأن تكون أولوياتنا. صحيح أنه الأمن قضية مهمة، لكن معه التنمية، معه الحقوق، معه الحريات، معها غيرها من احترام حقوق السكان. طيب، هو ما يضمن الاستقرار الحقيقي. سؤال مهم الآن عن من هي هذه الجماعات المسلحة الناشطة في منطقة الساحل؟ هل نتحدث هنا عن مجموعات إيديولوجية متشددة بين قوسين إرهابية؟ أو نتحدث عن مجموعات انفصالية بين قوسين أو لها مطالب تاريخية انفصالية أو مجموعات قبلية؟ كيف نصنف هذه الجماعات المسلحة التي نسمعها في الإعلام؟ ولكن من هي هذه الجماعات المسلحة؟ لما لا يتم في الحقيقة محاولة؟ نحن أمام عدة جماعات، يمكن القول أن كل هذه التصنيفات التي تحدثت عنها تحضر فيها. أبرز هذه الجماعات هو التحالف الذي جاء كردة فعل على مجموعة دول الساحل الخمس، يعني نحن في بعده أصبحنا بمواجهة تحالف ومواجهة تحالف. كانت أمامنا عدة مجموعات مسلحة لكل واحدة منها أولوياتها، اندمجت في مجموعة واحدة ومنحت قيادتها لأحد أبناء المنطقة وأحد عناوين لحركة ماسينا، أنصار الدين. أنصار الدين كانت هناك جماعة أنصار الدين، جماعة ماسينا كانت كتيبة من أنصار الدين، كان هناك تنظيم إمارة الصحراء في تنظيم القاعدة، كانت هناك جماعة المرابطون التي يقودها مختار والمختار. كل هذه الجماعات اندمجت في جماعة واحدة وإطلقت على نفسها نصرة الإسلام والمسلمين مارس 2017، ومنحت قيادتها لإياد أقغالي وهو صاحب تجربة طويلة في التمرد على المالي وفي التحالف معه، لأنه التمرد الأخير اللي وقع 2012 هو وصله قادم من قنصل مالي في السعودية. هناك مجموعة أخرى قوامها بالأساس من المجموعات العربية في المنطقة هي التي بايعت تنظيم الدولة. المستجد الذي بدأ منذ 2012 هو حجم الحضور في العرق الفلاني في الوسط المالي من خلال جماعة ماسينا. هناك الجماعات الأخرى التي تمثل العراق، الحركة الوطنية لتحرير أزوات التي تمثل الطوارق أو جزء كبير منهم، والحركة العربية لتحرير أزوات وغيرها. وعرفت هذه بعد ما واجهته من عرقلة، يعني من ضغوط دولية لتوقيع اتفاق الجزائر رغم افتقاد المقومات التي تدفع باتجاهها أو تنير أمل به قليل، دفعتها لخسارة ثقتها في السكان، مما جعل السكان يبحثون عن أي حل، وهو ما أوجد لهذه الجماعات بوابة للتجنيد وبديل ينفسون من خلاله عن شعورهم بالظلم، شعورهم بالتهميش إلى آخر. طيب، كيف برأيك يمكن تفكيك هذه الأزمات التي تواجه دول الساحل ما يتعلق بالتمرد المسلح؟ هل يمكن لهذه التصنيفات العسكرية أن تقسم إلى أقسام مثلاً، قسم منها يمكن أن يتفاوض معه ويمكن أن تحل المسائل معه بطريقة غير مسلحة، وقسم آخر مثلاً يواجه بالقوة؟ هو القوة لا يمكن أن تشكل حل، لأنه في النهاية مهما استمرت القوة سيأتي اللحظة التي يلجأ فيها لحل تفاوضي، حل سياسي. أساس المشكلة في المنطقة ككل وفي مالي بشكل أكثر وضوح هو اهتزاز الأساس الذي قامت عليه الدولة الحديثة، الدولة المالية الحديثة. الدولة المالية الحديثة رئيسها المؤسس كانوا يروون عنه ويتحدث عن مالي النافع ومالي غير النافع. والتمرد الذي عرفته هذه المنطقة انتهى في أغلبه نهايات، أغلب هي مفروضة من هي قناعة للسكان لأطراف التي وقعت هذا الاتفاق، وحتى بنود التي يتم الاتفاق عليها لا يتم الوفاء بها. وبالتالي أعتقد أنه ما تحتاجه مالي، ما تحتاجه المنطقة ككل، هو إعادة نقاش حول عقد اجتماعي
يضم هذه الدول، حدوده، السقف الذي يمكن أن يصلوا، أسسه تكون بين أهل مالي أنفسهم، وأعتقد أنهم لن يعوزهم سبيل للاتفاق على مصالحهم، على استقرار بلدهم، لكن الأجندات كما أشرت وكما أكرر هي التي تشوش، هي التي تغير. طيب هذه الأجندات باختصار شديد، هل نريد أن نقول أنه الدول الغربية مثلا فرنسا وأمريكا لا تريد دول الساحل أن تستقر؟ حتى دول المنطقة ربما لا تريد للساحل أن يستقر، هذا هو برأيك معنى الحديث عن المعادلة هنا؟ لا أقول لا تريد له أن يستقر، لكنها لا تريد له أن يستقر على أسس تستبعد مصالح. وإذا كان الاستقرار على أساس حوار، على أساس ترتيب أهل البلد لأولوياتهم، سيكون هذا على حساب مصالح الطرف الأجنبي أيا كان. الكاتب الصحفي أحمد محمد المصطفى، شكرا جزيلا لك على مشاركة في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، أنقل إليكم تحيات فريق البرنامج وإلى حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.